انا بالنسبه ليا جوج توقعات كاينين. التوقع الاول هو اللي متفق عليه واحد 90% ديال المغاربه، انا قلت 90% من المغاربه ديال الكلمه المشهوره اللي عندنا، راه الطياره مازال مديماريا وراه غادي يرجعوا وهادي وهادي. والتوقع الثاني ديالي هو انني نقدر نقول لك تقدر تكون شي حاجه، حيت في 2004 ملي كان الزاكي كان دا واحد التشكيله ما تنعرفوهاش. انا شخصيا كنت نعرف النيبه قرقوري السفري، تقول لي تقول لي الزايري ولا موحى ولا المختاري ولا الشماخ خرجه، هذوك ما كناش نعرفوهم، وكنا تنقولوا بان راه الطياره راه مدي ماريا. ومع ذلك ملي دخلوا الماتش الاول الثاني والثالث بان كاينه واحد ليسبري دو جروب، وكاين واحد كاينه واحد ليكيب حقا. واخا ما عنديش انا ما كنتبعش كره بزاف، ولكن كنتبع مي كتكون المشاركه ديال المنتخب المغربي خصوصا في المحطات بحال هكذا اللي كتكون مهمه. المشاركه اولا كنشوف الا كانت المشاركه بالطريقه اللي شاركت بها مؤخرا شارك بها المنتخب فهذاك خطا كبير. علاش؟ لانه باش تستاهل كنقولوا بهذيك المقابله، ولا انك كتقدم واحد الفريق اللي كنقولوا انا كتستثني اللعابه اللي هما محترفين وعندهم واحد تجربه كبيره، تما انا كنشوفوا خطا في التسيير وفي التكتيك انك باش توصل للنتيجه. لان احنا كيهمنا كمغاربه وهو رفع الرايه، واللي كيهمنا هو النتيجه في الاخر، واللعب والطريقه ديالو الاحترافيه. بعض الاحيان الناس ما كتشوف الجمهور كينسى في الاخير كينسى طريقه اللعب وكيف انك انت فكرت كمدرب انك تقدم واحد لي جوار بالطريقه ديالك، بل كيفكروا في النتيجه. بالنسبه هذا الكان ديال هذه الدوره كاين منتخبات قويه ماشي، وحنا ديما تنحلموا وغنبقاو نحلموا، ما عرفتش انت غنفرحوا مع هذا المنتخب، ولكن كاين مؤشرات بلي كاين منتخب قوي، ونتمنوا يكون خير. هذا هو اللي كاين. هي زوينه كتبان لي مزيانه، وكان حد النقص زياس كنا عليه يتصل عيطنا جزياس، هادشي اللي كاين. بالنسبه لي انا خويا كنتمنى المغرب يفرحنا ان شاء الله في كاس افريقيا ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى نجيبوا الكاس ونفرحوا به كاملين كاع المغاربه ان شاء الله يا ربي، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى نطيحوا مع الجزائر ونضربوهم شي 3-0 باش مابقاوش يهضروا بزاف، وشكرا. ان شاء الله الرحمن الرحيم. المنتخب المغربي اللي هو غني عن التعريف كما تيسموه الناس البرازيل ديال افريقيا، ونتمنى والله يكون الحظ وحمرنا وجهنا. وزعما راه الظروف كلها مواتيه للمنتخب ديالنا، الا ما بغاش يفرحوا الشعب المغربي اللي هو لاكوب اللي هو غالي على الجميع المغاربه. ونتمنى التوفيق ان شاء الله، ويديروا اليد في اليد ولعبوا بروح قتاليه ان شاء الله، وباش يفرحونا يفرحوا الجمهور المغربي. السيد هذا انا تتعكل لي سميتو خليلوفيتش ياك، هذا السيد هذا الا رجعنا للقتال اللي كانت الجزائر مده ما مشات لكاس العالم، مشى للجزائر وبنى واحد الفريق اللي مشى به لكاس العالم وداز به للدور الثاني، ودار واحد لاكوب دي موند زوينه، واعتمد على دراري جداد هو اللي طلع، ما كانوش تزايرين براسهم ما كانوش يعرفوهم. كذلك حنا دابا، انا حاليا دابا هما المغاربه غاديين تنعرف النهار حكيمي سايس بونو في الكور، اش نقول لك بانون رحيمي هادوك الدراري، اما شي الاخر برقوق والاخرين والدراري الاخرين حيد بوفال حتى هو شويه، شي الاخرين الدراري الاخرين ما تنعرفوهمش. ولكن التوقع ديالي كما قلت لك اوموا غادي ندوزو للدوزيام تور، وهذيك الساعه نتمنى نطيحوا مع الجزائر. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يتلاقاو الجار ديالنا اللي هو الشقيق ديالنا المنتخب الجزائري، وردوا لي الاعتبار. وهذه راه كرة القدم راه لعبة وروح رياضية للجميع، نتمناو انتصار للجميع. الدراري بغينا نجيبو الكاس، بغينا الكاس وديما المغرب، بغينا اللقب الثاني، اللقب الثاني ان شاء الله، الثاني ان شاء الله، وديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. خوشيد واحد الرسالة ان شاء الله للواحد، حنا بغينا ان شاء الله الكاس الثاني تدخل المغرب ان شاء الله في هذه السنة 2022 بإذن الله. راه حنا من 76 ما جبنا حتى شي لقب ان شاء الله المغرب، ان شاء الله لقب الثاني ان شاء الله في 2022. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب، عاش المغرب.